ده وقت، انت مش خدت معد؟ هنروح نقابله في الكافيه دلوقتي، يلا بينا. يلا بينا يا دوله. انت بتعوج بقك ليه؟ زي الاستاذ محمود عبد العزيز في فيلم الكتاكيت. يا طول السكة صدعتنا بدرجن درجن، هتقلب حصان. ايه ما خفيف ولا مشلول؟ في ايه يا ابني؟ بحسس الطريق. استاذ مدكور الامور صاحب شركة الامور للادوية. هو ده؟ اه هو ده. اهلا وسهلا مساء الخير يا فندم. اهلا يا فجر الصناعة الوطنية يا استاذ مدكور يا امور. اهلا. كده يا دولة بتستعملي. تعال معلش احنا هنقعد نهزر بقى يا دولة. معلش قدام الغرب. اقعد يا رمسي. الحمد لله انها جت على كده. يبقى برجلك كده ايه، حاسس الاول على الكرسي قبل ما تقعد. حاضر يا دول، عشان ما حدش يوقعك. حاضر. لو انا مش معاك ممكن اي حد يضحك عليه. الحمد لله. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا.